تاني جس عنا بأتم تي في هن بطل فينا نسميهم جس لأنه هن من أهل البيت أفو وليندوز هن part of the team Lebanon يلي صرنا متعرفين كذا مرة عليهم يلي أكيد هالمشن تبعيتهم إنه يتسلقوا أعلى قمم العالم على 7 continents بهالأرض يلي عنا إياها أكيد كله بهدف كتير حلو إنه يجمعوا مصاري للكرواروج أو الصليب الأحمر موجودين معنا اليوم بالستوديو. هاي هلو شو الأخبار؟ تمام كليمنجارو؟ أنا رجعين لا بحبها كلمة كليمنجارو هيك it's a mythical mountain بأفريكا هاكونا ماتاتا هاكونا ماتاتا exactly خبرونا أكثر كيف كانت هالمرة؟ هالمرة كنا 3 على الصمت من التيم لأن مشكلة هذا بس هالمرة أخذنا ناس معنا لأنه كل مرة كانوا يسألونا شو بتحبوا كيف فينا نفوت معكم لأنه it's the easiest of the 7 بس it's still a mountain لأنه 6000 almost يعني So they we had this chance. التأس كان شوي سئيل هالمرة لأنه كان end of the dry season. إن اثنين dry season بالسنة. وشيك ممكن تايفون. هيك شيء. شتى كل الوقت اختيطة علينا وهيك كانت too much يعني في نهار 24 hour بتسمع يعني ما تروق أبدا. بس كنا very lucky يعني الجبل سمح لنا نطلع كان clear day summer day. It was perfect. تحضيرات كانت يمكن مكثفة كتير كمان ترجع تطلع مثل حيلا قمة بس ليندوس خبرني شو يعني شو أصعب شيء كان عليها يعني غير إنه في شتاء شو كان أصعب شيء عم تواجهوه مثل ما عم بقول أفو يعني هي الشتي. بالمبدأ أهي من الباقي السيفن سامتس بس أكشلي كنا عم نتمرن بثرو هايكس لونج هايكس يعني كان عم بيكون في عنا 7 8 9 hours هايكينج بير داي الشتاء زاد شوية صعوبة يعني بين الوحل بين الساعة شوي من عشية لأنه كنا عم نحن off season يعني على آخر السيزن وبالمبدأ ما كان في عنا big backpacks كنا عم نحملهم على ظهرنا لأنه كان في معنا نحن as like 7 people كان في معنا 30 porters and guides and cooks كل expedition كانت مألفة من 30 شخص هي السيستم هيك هونيكا كليمنجارو اوكي يعني it's a touristic شوي luxurious مقارنة لغير summits لأنه يمكن أهل لأنه income للبلد كمان so بيشغلوا porters في سيستم هي بكينيا إذا ماني غلطان هي تنزانيا حد كينيا دغري حد كينيا اوكي فكرها بكينيا بعرف انه المشاهد هيك وقت واحد يحكي عن كليمنجارو بتشوف اسد وكل شيء هيك حواليها شفته هيك سبانا لايف شفناه من بعد الهايك رحنا سفاري لكن عند المونتن حق ديزني حق ديزني فرجينا هيك قصص كمان لحديت هلا وين صرنا بالفندز تبع لبنيس كروس بالفندز صرنا بالحدود 30500 اوكي سو بدنا على طول يعني لو يمكن مره عملنا دونيشن نرجع نضلنا نعمل دونيشن لانه الصليب الاحمر على طول بحاجه لهيدا يستمروا اكثر اكزاكتلي سو رح نشوف من هون بنقول انه في بنفوتوا على الويب سايت تبعنا teamlebanon.com وفي كليك دونيت للصليب الاحمر اتس شفافيه يعني دغري بيروحوا اونلاين وبيبينوا دغري واتس هيني لازم يوصلوا العالم انه منا هالقد صعبه يعني تو دو ات اوكي ليندوس وأفو جبتوا لنا صور معكم من أيه. آخر إكسبيديشن تشوف أكيد كيف كانت الأجواء لأنه شكله كان في أوتيل كمان على الجبل رح نشوفهم هلا النورمال روت فيها كابنز بس نحن أخذنا مع شامي روت كامبس خيام أوكي. خيام خيام أوكي بتحبوا أكثر the nature feel أكيد خصوصا أفو معروف لبنان أكيد the guy if you want to hike أفو is the guy thank you ليش هو أهين من غير يعني أنا ما كتير بعرف لأنه it's hiking ما في technical like rock climbing like glacier traverse وهيك okay هون it's second day هيدي مشامي كامب عم ننطلق مبدئيا كمان أقصر من غيره يعني بياخد 7-8 days to climb it and return back اوكي 7-8 دايز سألكم اقصر من غيره احنا انه لا اكيد اكونكاغوا كان اصعب بكثير يمكن اكونكاغوا كان 16 دايز اون ذا ماونتن عم نطلع اولموست 7000 كانت اب اند داونز البروس كان صعب كمان البروس لانه واجهنا عاصف كمان عاصف يعني كنا بالعواصف ما كنا كنا بالصيفيه ضلوا لاحقيننا مع انه بلد الشمس يعني نحن بنوصل بنجيب شمس معنا لا ما زبطت هيك شو حلو كمان هون وصلتوا هون بلش يبين الجبل الموقف هيدا الجبل تعبه هيدا لانه فريش سنو هود اللي ورانا نزلوا قبل بليله لانه هون التيتود 4000 كفيتوا اكيد والكامب كان حاضر اكيد كامب بنجي نوصل ايه من كامب لكامب من كامب لكامب بورترز بيسبقونا لانه معودين عاملين اكليماتيزيشن بحطوا الكامبس
مع انه بنقول لهم بليز اتركوا لنا لانه بس توصل للاكليماتيزيشن احسن تحرك على الكامب مش تجي بتقعد تجي دغري تقعد كله محسوب يعني كله بتحسبوا له حساب. بدي اسالكم النكست اكسبيديشن وين راح تكون؟ صرتوا لحيت هلا عاملين ساوث امريكا يوروب اوسيانيا مزبوط وافريكا بعد في عنا بلش الجد نورث امريكا عبيكم تقولوا ايجا وما عبيكم تقولوا ايجا نفس الوقت من بعد اوكي من بعد ايجا اوكي ايفرست فيري كونفيدنت فينسن فينسن انتاركتيكا اتس كولد انتاركتيكا عم تحكوا ساوث بول في ماونت فينسن بحدود 5000 هو اوش جليشير يعني جليشير بيور جليشير ما في تحته منه عالي كثير ما عم صدق انه تقولوا لي انتاركتيكا بعدني هلا عم جرب استوعب انه انتاركتيكا بس هي عم صعبوها هالقد لانه انتاركتيكا بتحسبوها كمان از كونتيننت يا اتس كونتيننت اتس سيفنث كونتيننت طب عملوها سته لا ماشي الحال انتاركتيكا روح على يصير له شيء اذا بيقبلوا معنا لانه بروجكت انترناشونالي ما بتنزل اسمك فيه بس اكزاكتلي لكن قلتوا لي تبع نورث امريكا اي واحد هو دينالي اوكي اوكي دينالي بارك ذا نيكست وان ذا نيكست وان ألاسكا يعني قريب على النورث بول هالمره اكزاكتلي فول عم نحضر شو دراسته كيف تدرسوا على هو كل جبل هذا 21 داي اوكي اتس جلاشير ترافل هو فيري اعلى من انه تعرفش ايفرست اذا عم تحسب بدنا نبلش عندك 5000 من محل ما عم تطلع للسمت هو اعلى جبل شي 5200 طلع له كالتيتيود الشخص اللي عم بيعربش تقريبا بال 5000 متر يعني بيعتبر اتس بريبريشن فور ايفرست اوكي في ناس كمان بيعمل preparation بيطلع على 8000 easy 8000 يعني بس it's still an 8000 mountain يعني. أوكي ومين راح يكون بالتيم؟ الكل هالمرة. الكل. في خوف في تردد أو هلا نحن ما في خوف بس كل mountain نحن منجمع أداء الكوست تبعه we approach sponsor. أوكي. So we are on this process now. اوكي هلا هيدا الفوكس هلا الاكسبيديشنز عم بيغلوا سمعتوا شو عايزين يا need people to trust انه يامنوا فينا والكوز هيك اكزاكتلي بتصور انت في بتامن فيكم نحن بنامن فيكم ما في شك خي لا عن جد مبسوطين انه غير العلم اللي عم من اول مشوار يعني بلشت الام تي في معنا ومكمله نحن مش هيك بعرفكم منيح مشكله على الموضوع من بعد ايفرست صراحه ما بعرف كيف كنت تعملوها بالعكس عبالي شجعت بس نفس الوقت انا عدلين همكم يعني اخذنا 7 سامت بطريقه انه جرادويت اللي عم نطلع بالماونتنز يعني صرنا ريدي اكسبيرينس وايز كل جبل بيعلمك بتاخذ وي ار ريدي اوكي ناطرينا ريكوايرمنتس فور ايفرست لازم تكون يعني طالع على كل على كثير جبال او لا مش ضروري في ناس بيجوا ثاني ما انه بيجوا بيطلعوا من اول مره بس نحن قلنا انه لوجيكلي يعني ستيب باي ستيب نطلع درجه فشخه نكون صرنا اكثر معودين بصير لوجيستيك وايز فيزيكلي مورالي ريسورس قطعنا بالبريشر تبع الماونتن بالاكيوت سيكنس يعني كل مره نحن حتى لو عم بتصير معكم حاله يمكن هلا كمان حتى انه وجع راس دوخه استفراغ صار ثقيل يعني بس انه هي هودي تقل الجبل عليك عرفت وكل مره كونستنتلي لو قد ما محضر بضل تحسهم بس انه لانه محضرين مزبوط بيكونوا اقل شوي بخف الاكسجين لما تطلعوا كمان يا كل 1000 متر 5% اقل يعني على ايفرست 35% less than هون يعني اذا بدك تقول تاخذ 3 مرات نفس قد نفس واحد هون صراحة رح تنفس بلا الافورت معكم بدي لكم عن جد يو ميك اس براود بلبنان اي هوب ذس اكسبيديشن ضلت كفاية بهالسكسس اللي عم تكفوا فيه ونحن بام تي في وبام تي في كلها حاضرين نستقبلكم كل مره وندعمكم كمان ثانك يو يارا هلا تعرفت عليكم بس يارا نيكست تايم على ماكنلي او دينالي رح يكون كمان نفس الحديث لانه اكيد رح يكونوا راجعين بانذر سكسس رح يكون احلى لكن join the website أكيد فوتوا على website teamlebanon.org أو .com وأكيد donate للبنيز ريد كروس هذا هدفهم أكيد تا يكونوا عم بيساعدوا للبنيز ريد كروس لأنه عن جد هالمساعدة اللي عم نساعدها عادة هن عم بيعملوها بصعوبة ف يا في فكرة مثلا ساعدهم. إنه إذا منقول إذا كل واحد بحط دولار يعني إنه like 100,000 واحد إنه like إذا بنكون جمعنا 100,000 دولار للسالي واحد perfect هذا الهدف يمكن نحن بس أخيرا بنحب نتشكر الإكسكلوسيف سبونسر الإوزاك اللي آمنوا فينا بآخر
two expeditions ودعمونا. They provided financial support, full financial support لآخر two expeditions بأوسيانيا وبكليمانجارو كمان. نحب نقول لهم thank you كتير. نحن نسلم عليهم كمان أكيد أكيد تلاميذهم. ورح نروح على بريك من بعد هالانترفيو الحلوة أكيد. من بعد البريك خليكم معنا أتم تي في مكفى.